شكرا سيد الرئيس شكرا السادة الحضور الكرام سعيد بوجودي معكم رغم أنني لا أحمل كثير من السعادة على الموقف الموجود الموروث الثقافي في ليبيا هذا الموقف هناك جد خطير ودعوني لا أخفي سرا وأنا أحب الصراحة دائما أن أقول لكم ربما قريبا ستفاجئون بكارثة تتعلق بالتراث الإنساني في ليبيا وأن هناك مخاطر قد تصل بعملية النهب والسرقة والتدمير والعبث وأن المؤسسات العاملة في ليبيا حاليا كما تخلى عن المجتمع الدولي ما بعد التغيير الذي حصل في الحكم في ليبيا الآن تعاني أيضا من قصور وعدم قدرة على التعامل مع هذه الأوضاع الوضع الأمني والسياسي ينعكس على الحالة الليبية بالكامل الحالة الليبية لا تطال الحجر فقط والتراث الذي نعتز به كثيرا ويشكل هويتنا ولكن تتابعون يوميا أحداث تطال مواطنينا وهم من لحم ودم وهذا مؤشر خطير آخر بالنسبة للتراث في ليبيا عانى طيلة 40 سنة مضت من إهمال كبير من نظام مستبد لا يعترف بالإنسان ولا بالثقافة دخلنا في 4 سنوات ماضية في حالة انتقال سلمي للسلطة تحولت إلى حرب أهلية المؤسسات التي أنشئت منذ العهد الإيطالي كانت متعترة وعانت من ظروف عدم الاهتمام المتعاقب من الحكومات المتتالية مشروع الإنسان والحضارة والتقدم في ليبيا كان للأسف مشروعا للظلام والتخلف من أيديولوجيا سابقة الآن دخلت علينا داعش والإرهاب وهو يحاول أن يردنا إلى قرون من الظلام كما تشهده سوريا والعراق أود أن أتحدث بالمستوى المحدد لهذا المحور نحن حاولنا في سنتين ماضيتين أن نعيد هيكلة وقراءة المشهد المؤسسي لمؤسسات الآثار في ليبيا والتراث الحضاري لم يسعفنا الوقت كما لم تسعفنا البنادق لنعمل في ظروف آمنة ولكننا حاولنا بالقدر اللي نستطيع أن نتواصل مع المنظمات الدولية المعنية مع أحباء وأصدقاء التراث الإنساني من الأوروبيين والأمريكيين وأخوان العرب سعينا على المستوى النظري في إنشاء عديد الاتفاقيات والمعاهدات للتطوير والتعاون المشترك مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للأسف لم تؤتي ثمارها جميعاً لعملية صعوبة العمل في ليبيا وصعوبة متابعة مثل هذه الإجراءات وحالة القلق السياسي التي تشهد البلاد ولكن على مستوى أرشفة التراث الليبي تنبهنا جميعا لمخاطر عدم وجود أرشفة حقيقية أو رقمنة عصروية لهذا التراث عملنا على عدة ورش بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم وحضور اليونسكو وبشراكة كاملة ما بين وزارة الثقافة ومصلحة الآثار الليبية هذه الورش كانت على مستوى عالي من الخبراء الذين حضروا والمختصين عملنا على ورش أخرى تتصل ببرامج الحماية ومنع التهريب والسرقة مع البنك الدولي أيضا ومع الدولة الإيطالية والشرطة الإيطالية الكاربينيري وحضر عدد من المتدربين الليبيين درب عديد الليبيين في مجال الأرشفة والمتابعة والحماية حاولنا التعاون مع عديد الدول ولعل أول مطلع التغيير في ليبيا 2011 شهد كارثة للمستوى التراثي والآثار في ليبيا عندما تم في مطلع 2011 في بنغازي سرقة مصرف كانت تحتويها مواد تراثية ثمينة جدا من حيث القيمة الإنسانية والمادية لأنها من الذهب جميعا وهذا دلنا كما لدينا قراءات سابقة على أن هناك عمل ممنهج ومنظم لعصابات منظمة إجرامية بعضها يعتمد على عناصر ليبية ولكن للأسف سأقول بصراحة وبعضها يعتمد على عناصر أجنبية تعمل بجد في ليبيا كشفت أخيرا حتى منذ شهر مضى هذه الأدلة وتأكدت من مثلا العثور على مجموعة تماثيل ليبية الآن هي في قفص الاتهام في محكمة إنجليزية لإثبات هويتها الليبية ويبدو أن نجحنا في ذلك علماء أثار ليبيون وأجانب دعموا هويتها الليبية
أيضا هناك مجموعة تماثيل أخرى وجدت في فرنسا، والآن نحن نسعى للحصول واسترجاعها من جديد. دعوني أقول لكم أن حقيقة أن بعض الدول الأجنبية التي تصلها بعض تراثياتنا ومادنا وأثارنا حقيقة لا تتعامل معنا بشكل جيد على مستوى التبليغ وتبادل المعلومات بالخصوص، وهذا يضعنا في حالة شك في جديتهم في ذلك، إذ أن هذه المواد عادة ما تصلنا معلوماتها بدون طرق شرعية عن طريق الميديا والإعلام والتواصل ما بين علماء الآثار، وليس عن طريق حكومي رسمي مهني. ونحن نؤكد على أهمية ذلك أن يتم تبادل المعلومات على مستوى رسمي ودقيق ومحدد. نؤكد على أن هناك مشروع كبير كان قد بحث منذ فترة ما قبل التغيير في ليبيا 2011 لأرشفة وبناء إعادة بناء البنية التحتية للآثار والمؤسسات التراثية في ليبيا، كان مخصصا له حوالي ما يقرب 10 مليارات. هذا المشروع اشتهر وعرف حتى في الأوساط الليبية باسم مشروع ماركو بولو، والآن معطل. للأسف لا نستطيع إعادة إنتاج وتفعيل هذه المشاريع، لأنني بصراحة سأقول وأنا أطالب من هذا المنبر وفي وجود أحباء للإنسانية والتراث أن ليبيا في خطر وأن التراث الإنساني في خطر، وأتمنى على اليونسكو أن تتجاوز النداءات والبيانات إلى العمل، ولأن هذا البلد وتحديدا بلدي يمثل مخزن كبير ومتحف لكل الإنسانية، من الفينيقيين إلى الرومان إلى الإغريق إلى كل الحضارات ما قبل التاريخ، إلى امتداد مع حضارة مصر وقرطاج في تونس. نحن نناشدكم أن تتدخلوا لأن تساعدوا هذه الدولة ومؤسساتها، وأن تضغطوا حتى على جامعاتكم ومراكزكم البحثية ودولكم للانتباه إلى هذا. يبدو أن المسألة لا تترتب جيدا عندما يقول البعض أن ما يحدث في سوريا والعراق هو مهم للعالم جميعا. سأقول لكم أن الأهمية في ليبيا تبدو أكبر جدا أيضا، لأن لا يمكن أن نرتب على مستوى الكارثة عندما تقع. ينبغي أن نكون ننبه قبل أن تقع. لا، هل تتمنون أن تصدروا بيانا بخصوص دمار متحف السرايا في ليبيا بتفجير إرهابي لتضامنوا معنا؟ نحن الآن نحذر من المتاحف الليبية ستتعرض لتهديدات كبيرة وربما تتفجر قريبا. منذ حوالي أشهر قريبة تم نزع نافورة رائعة وجميلة لفنان ونحات إيطالي منذ العهد الإيطالي، نحتت منذ عشرينات القرن الماضي، تم نزعها من قلب طرابلس وعلى مشهد من العالم ومن الناس ومن السفارات. أننا أمام أناس لا يتورعون عن القيام بأي شيء ونحتاج إلى الدعم. نتمنى أيضا أن يتم التعاون مع مصلحة الآثار الليبية في عمليات الكشف عن هذه العصابات والجماعات التي تتعامل عبر الدول المجاورة لتهريب الآثار الليبية. حالة الانفلات الأمني في ليبيا رتبت وشجعت العصابات المحلية بالتعاون مع عصابات دولية على تهريب الآثار. للعلم وكما تعلمون جميعا المنافذ المحيطة بليبيا كلها أصبحت مفتوحة. نحن لا نصدر النفط فقط، أصبحنا نصدر السلاح وللأسف نصدر الإرهاب، وأعتقد تحت هذه العباءة يصدرون آثارنا الليبية للخارج. إذن على دول الجوار أن تساعدنا في ذلك. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة الحضور.